الناس كتشوف بحسب ما هي تشوف. اما احنا لما ندير شي حاجة ودرنا هذه الامور ما درنا عشان ندير الباز ولا شيء، احنا حبينا نحتفل في بنتنا، حبينا نسوي شيء وشاركنا فرحتنا مع الناس كلها. اوكي، واكبر دليل تقدر انت تروح تمشي المراكز واعرف شنو درنا احنا في ذاك اليوم قبل ما ندير العقيقة. شوف هو في الممشيتي العقيقة سواء درتها انا بزاف ديال الناس دارها ورايا وعادي يعني ما ولكن حيت انا درتها خاص بنادم يطلع الزنقة عليه بالشقة وكيسول وكيمشي عند دوك الناس المساكين اللي بسطاء اللي اكيد غادي تشرحهم بكلامك وغادي يجاوبوا بكلام جارح. كنقول لهم الله يهديكم فريمون هذاك ما بغيتش نقول السميه ديالو باش ما نزيدش من لا فالور ديالو، الله يهديهم. مي الا درت شي حاجه بيني وبين ربي العالمين ما يحتاجش انني نقولها، ما يمكنش نصدق ونقول لهم صوروني راه انا كنصدق عافاكم. ما يمكنش هذا الشيء بيني وبين رب العالمين. الا انا متكفله بشي مع 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 شي عائله او غيرها هذا بيني وبين الله انا اللي غادي نلقاه في الاخره، ماشي نتوما وماشي شي حد اخر. دونك انا فرحت ببنتي، فرحت بها مع الصحافه، فرحت بها مع الناس المقربين ليا، فرحت بها مع عائلتي اصدقائي الفنانين. دونك هذه كتبقى غير اقاويل وهضره عاديه. اما انا احتفلت بحالي بحال اي عائله مغربيه غادي تحتفل ببنتها، وكنت جدا بالعكس كنعتبر راسي مع عائلتي حتى هما كانوا حاضرين مجموعه ديال الناس اللي كانوا، بالعكس كان داكشي زوين ودوزناه وفرحنا به. ولكن ضروري كاين الناس اللي خاصها تقلب كل شيء وديروا انه علاش دارت وعلاش هذا، هاد الناس موجودين في اي بلاصه. ما يدكشي بيني وبين رب العالمين الا غندير شي حاجه خيريه.